كان المسيح شخصية محبوبة جدا، خلت الناس تمشي وراه في كل مكان. كان بيعلن لهم محبة الله القدوس، وفي وسط الناس كان في قادة متعصبين ضد يسوع وشايفين نفسهم صالحين مش محتاجين للغفران. كانت قلوبهم قاسية وما أمنوش بالمسيح. مش بس كده، لكنهم لفوا بطهم للمسيح عشان يسلموا له المحاكمة، وفعلا سلموا له الحكام الرومان اللي عروه وضربوه ولبسوه إكليل شوك مؤلم. وكان المسيح ممكن بقوته وسلطانه يحامي عن نفسه، لكنه كان عارف إن ده لازم يتم، لأنه مرسل من الله علشان يحمي ويرفع خطايا كل البشرية. وأخذوا يسوع وسمروه على الصليب، صليب مصنوع من خشب، وكان اثنين كمان مصلوبين حواليه كانوا لصوص. فضل يسوع مصلوب لغاية ما مات، وكانت الموتة دي أياميها أفظع موتة، محدش يموت بيها غير المجرمين. والمسيح البريء اللي ما عملش ولا خطية ولا مرة واحدة، لكنه مات عشاني وعشانه، وكان الإنسان اللي كان فينا لازم يموت هو أنا وهو أنت، لكن مات المسيح. افتكروا أعداؤه اللي صلبوه إن هو مات وانتهى، لكن ده ما حصلش، لأن في اليوم الثالث راحت مجموعة من النساء اللي كانوا بيؤمنوا بيه علشان يحنطوه، يعني يحطوا أطياب على جسده، واندهشوا لما لقوا القبر فارغ. سألوا عنه، وهم بيسألوا قابلهم الملاك وقال لهم إن هو مش هنا. ليه أنتوا بتطلبوا الحي بين الأموات؟ يسوع قام من الأموات. وبعد قيامته من الأموات ظهر لكثير من أتباعه، لكن واحد من تلاميذه اسمه توما شك وما صدقش الكلام، وقال إن ما كنتش أحط يدي في مكان المسمار مش هصدق. لكن من محبة المسيح وحنانه ظهر له وقال له هات إيدك يا توما وحطها مكان الحربة في جنبي، وكمان هاتها وحطها مكان المسمار في يدي، وما تكونش مرة تانية بتشك، لكن خلي إيمانك شديد. صرخ توما وقال له صدقت يا ربي وإلهي. قال له المسيح يا بخت يا توما اللي آمن ويصدق من غير ما يشوف حاجة. بعد ما قام من الموت لمدة 40 يوم، كان المسيح يظهر لأحباه وطلب من أتباعه يقعد يصلوا في المكان اللي متعودين يصلوا فيه في أورشليم لغاية ما يحل عليهم الروح القدس من السماء، وطلب منهم ما يسيبوش المكان خالص. في اليوم 50 حل الروح القدس زي ما قال لهم بالضبط، ونيجي في ساعة صعود المسيح على السحاب وهو طالع كانوا أتباعه زعلانين. ظهر لهم ملكين وقالوا لهم مالكم زعلانين؟ يسوع ده اللي صاعد على السحاب هيجي مرة تاني وياخدكم برضو على السحاب. ليه يا اخواني مات المسيح على الصليب؟ مات المسيح على الصليب عشان يخلصنا من خطايانا ويرجع لينا علاقتنا المقطوعة مع الله. المسيح الطاهر اللي مفهوش ولا خطية حمل خطايانا، ولما نؤمن بيه ونتوب يغفر الله لنا كل خطية، ونصبح احنا بلا عيب، ونعيش نعلن بين الناس ان الدم اللي فدانا ثمين. المسيح
فهمنا ازاي نعيش معه. قال ان في طريقين، واحد واسع وسهل لكن نهايته الموت والهلاك، واحد ضيق وصعب لكن نهايته الخلاص والحياة. كلنا اتولدنا بطبيعتنا ميالين للشر والفساد، واخترنا طريق الشر بإرادتنا. علشان كده الطريق ده بيجي سهل بالنسبة لينا، والمسيح جه علشان يعلمنا نسيب الطريق السهل ونختار الطريق الصعب بالإيمان بيه وقبول ذبيحته على الصليب والتوبة عن الخطية. أخويا وأختي اللي بتسمعونا، ليه ما تتكلمش دلوقتي مع الله من كل قلبك؟ قول يا رب أنت عظيم، قول له يا رب أنت قدوس وبار، اعترف قدامه أنك خاطي. هو بيعرف كل حاجة عنك، لكن اعترافك قدامه بيكسر قوة الخطية. قول له أنا بؤمن بيك، أنا بؤمن أنك أنت مت علشاني على الصليب، مت عشان تطهرني وتديني قلب جديد. أنا عايز أمشي وراك وعيش معاك هنا على الأرض وكمل معاك الحياة في السماء. أشكرك لأنك قبلتني في اسم المسيح. أمين.